السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في عندك ملف باظ او في هارد عليه داتا مهمة باظ، فالبرنامج ده سهل جدا يرجع لك الملفات. كل عليك ان انت اول ما تشغله هتبدأ تختار الدرايف اللي عليه المعلومات، الفولدر، تقدر ترجع كل الملفات اللي انت عايزها. تمام، ممكن تقول له انا عايز ارجع صور او فيديو او اوديو او في ملف مضغوط. كل الحاجات دي تقدر انت تختار اللي انت عايزه ويبدأ يفلترهم لك. مجرد تعمل سيلكت على اللي انت عايزه وتقول له ريكفر فيبدا ان هو يرجعه لك. وده اغلب شركات الكمبيوتر شغاله بالبرنامج دوت. تمام، بس بتبقى بتدفع انت فلوس كتيره، انت ممكن تسطبه عندك وتبدا ان انت تشغله، تفحص الجهاز بتاعك وتبدا تعمل ريكفر. الملف بيشتغل على ويندوز وعلى ابل ماكنتوش، تقدر ترجع الحاجات بتاعتك سواء ماك برو او اي ماك او ماك بوك اير، او لو ويندوز ديسكتوب او اس اس دي او اتش دي دي، كل او اكسترنال هارد درايف، هارد خارجي، كل الحاجات دي تقدر ان انت تعمل لها ريكفر زي ما انت عايز. دي صيغ الصور والفيديوهات والصوت والاركايف، تقريبا كل الامتدادات بيتعامل معاها بدون امشي خالص. مجرد ان انت تعمل سيلكت وتقول له ريكفر فيبدا ان هو يرجع لك الملف. طيب، هو تسطيب ببلاش، لكن تعال نشوف سعره بكام لو انت عايز حاجه ادفانسد شويه. تمام، ب $80. تمام، اعتقد ان هي بتدفع مره واحده، تقدر تبقى عندك بحيث ان انت ترجعه في اي وقت. فبالتوفيق ان شاء الله.